بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا نتناول قائمه موديفاي الجزء الثاني منها اللي احنا كنا تناولناه في الجزء الاولاني في الفيديو اللي فات، وهبدا بنفس الامر اللي انتهيت منه من المره اللي فاتت اللي هو امر الاين. المره دي انا هرسم حائط. الحائط ده طبعا باي ديفولت هو مظبوط ان الهايت بتاعه يوصل للفيرست ليفل، فما عنديش اي مشكله. هرجع اشتغل عليه من الواجهه الساوث، وهرجع اعمل ويندوز، هعمل شباك تاني تالت الرابع حتى لو ما كانوش مظبوطين قوي مفيش مشكله، لان هرجع دلوقتي اعمل الاين بينهم. الحقيقه مع الشبابيك ومع الابواب احيانا كمان ممكن تظبط الالاين من السنتر لاين، ودي ميزه مهمه جدا جدا موجوده معاه. فممكن امسك السنتر لاين ده من هنا ومن هنا كده وجاي اقفل القفل بتاعه. هكرر نفس الشيء من هنا ومن هنا وهقفل كمان القفل بتاعهم كده. اصبح ده على حزه واحد وده كمان على حزه واحد. هاجي بعد كده من هنا واختار جلسه الشباك ده كمان مع جلسه الشباك ده وهقوم جاي اقفلهم. واخر حاجه اختار جلسه الشباك اللي هنا وجلسه الشباك اللي هنا وكمان هقفلهم مع بعض كده. احنا الحمد لله يعني اصبح الاربع شبابيك دول متربطين في بعض. نعمل بقى تيست كده ونجرب. اذا حركت الشباك اللي موجود عندي هنا افقيا الشباك اللي تحت كمان بيتحرك معاه، واذا حركت راسيا كمان الشباك التاني اللي على شماله بيتحرك معاه. فاصبح كده في عندي اربع علاقات انا بنيتها عن طريق امر اسمه الاين. يبقى الاين مش مجرد ان انا بعمل محاذاه او ان انا بخلي الخطوط كلها ماشيه مع بعضها، لا كمان احنا استخدمنا امر الاين عشان نقفل الاقفال دي، فنقدر نعمل علاقات او نربط العلاقات دي كلها مع بعضها. طيب بعد ما تعرفنا كده على الامر اللي اسمه الاين، عايزين نبدا نتعرف دلوقتي على الامر الثاني اللي اسمه اوفست. الحقيقه الناس اللي عندها خبره في الاوتوكاد هتلاقي ان الامر اوفست ده ما هوش جديد، او احنا اوريدي يعني شفنا زيه في الاوتوكاد. من اول الامر بتاع اوفست ده احنا ممكن نضغط الاول على اوفست وبعدين نختار الجسم اللي احنا عايزين نعمل له اوفست، عكس كل الاوامر اللي احنا كنا شفناها مع ريفت في الصف اللي تحت. كنت دايما بتختار الجسم الاول وبعدين تعمل موف او كوبي او روتيت او حتى تريم، لكن المره دي احنا خلاص بدانا. دايما كنا بنضغط الاول على الامر وبعدين نختار الجسم اللي انت عايز تعمله سواء الاين او اوفست. فالصف اللي فوق ممكن يكون مختلف شويه. هنرجع تاني لنفس الخطوه اللي فاتت ميرور، لما نيجي نختار ميرور ان شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل. الحقيقه في الامر بتاع اوفست احنا عندنا تو اوبشنز او عندنا اختيارين. اختيار الاول اللي اسمه نيوميركال، انا ممكن احدد هنا قيمه معينه وتفضل هي دي القيمه اللي انا بشتغل بيها مع الحفاظ على نسخه كوبي. كوبي معناه انه هيسيب الجسم الاصلي ويبدا يعمل لك نسخه جديده بنفس الشكل ده، وهنلاحظ انه عمل اوفست بالشبابيك اللي جواها. يعني اوفست بمعنى انه يعني مش بس انه بيعمل نقل للحيطه، لا ده بينقل بالهوست او كل حاجه متركبه جواها. الطريقه الثانيه اللي اسمها جرافيكال، طريقه برضه سهله جدا. بتختار جسم معين تختاره من نقطه محدده وتكتب انت المسافه اللي انت عايزها، اقول له مثلا 2 متر اهو واضغط انتر، فعملها كانك بالظبط بتعمل كوبي، شبه جدا لفكره الكوبي. طبعا النيوميريكال بتبقى اوفر في الوقت والمجهود على طول، بحيث على طول تعرف تعمل عمليه الاوفسيتس. طيب هرجع تاني للواجهه الاصليه اللي احنا كنا بداناها دي، هرجع تاني اتفرج عليها من الساوث اليفيشن. افرض بقى دلوقتي ان انا عايز اعمل كوبي، او سوري مش كوبي عفوا، عايز اعمل ميرور لمجموعه الشبابيك دي في الناحيه الثانيه اللي موجوده هنا. السؤال الاول اللي احنا هنساله، هل عندك محور انعكاس؟ هل عندك اكسس معين عايز تعكس عليه ولا لا؟ لو عندك يبقى هتختار الاختيار اللي اسمه ميرور بيك اكسس، لكن لو هترسم انت بنفسك يبقى هتختار الاختيار ده اللي اسمه ميرور درو اكسس. هاجي اختار الاربع شبابيك الموجوده، هاجي اقول له ميرور درو اكسس، واقوم جاي ارسمها من سي الميد بوينت الى الميد بوينت. مجرد بس ما رسمتهم كده خلاص كده الامور اتظبطت الحمد لله على ما يرام. لو ما كانش الوضع ده اتعمل بالطريقه دي كان ممكن احنا نرسم لاين مثلا، بضغط على دي ال او ديتيل لاين عشان ارسم بس مجرد خط كده بسيط. الخط ده حتى ممكن مش عايزه بعد كده او وات ايفر يعني. المهم هختار الاربع شبابيك اللي موجودين، حاجه اقول له بعد كده ميرور بيك اكسس، واقوم جاي مختار الاكسس الموجود على طول، هيقوم جاي ينقلني الحاجة في الناحية التانية. كده احنا الحمد لله يعني برضو تناولنا الاتنين ميرور. الحقيقة هي انا شايف الفروقات بينهم بسيطة جدا، وانا كان وجهة نظري ان ما كانش في داعي ده ايكون وده ايكون وده اختصار وده اختصار، لان طبعا ميرور بيك اكسس اختصار ام ام والتاني دي ام، كان ممكن يبقى هو ايكون واحدة ونضغط عليها ومن جواها يبقى في الاوبشن التاني مثلا او حاجة، لكن هم اكيد رأوا ان كده الافضل يعني لما جم يصمموا ريفت. طيب
كده انا بعد ما خلصت هرجع تاني لنفس الحيطه دي من البلان عشان نبدا نتعرف على امر تاني اسمه سبليت اليمنت. سبليت اليمنت الحقيقه ناخد بالنا يا جماعه وننتبه ان انت في عندك مجموعه اوامر بتبدا بكلمه سبليت. في سبليت اليمنت، سبليت فيس، سبليت سيرفيس. عشان كده انا باكد على كلمه سبليت. سبليت لوحدها مش كفايه، يعني مثلا في امر هنا في نفس القائمه بس على شمالها شويه اسمه سبليت فيس. في مثلا من قائمه ماسنج ان سايت في عندنا حاجه اسمها سبليت سيرفيس، كلها متشابهات. احنا برضو بنحاول ان احنا نجمع المتشابهات عشان نعرف الفرق بين كل حاجه والتانيه. وفي بجانب سبليت اليمنت نفسها على يمين على يمينها على طول سبليت وذ جاب. فكده ادي اربع اوامر بتبدا بكلمه سبليت. سبليت اليمنت، سبليت وذ جاب، سبليت فيس، ومن قائمه ماسنج ان سايت عندنا سبليت سيرفيس. هنتناولها ان شاء الله في الفيديو الخاص بتصميم اللاندسكيب والسايت بلان. طيب الامر ده بمثابه امر بريك اللي موجود زيه في الاوتوكاد، يعني في متشابه قوي للامر ده او مشابه ليه امر اسمه بريك. الحقيقه سبليت اليمنت اختصاره كمان اس ال. مجرد ما بتيجي تضغط كده كليك في اي مكان اهو انا كده كسرت الحائط اللي موجود قدامي واصبح عباره عن حائطين مختلفين مع بعض، الحائط اليمين غير الحائط الشمال. مجرد ما حاجه كده اهو اختار الحائط ده، ده اصبح مختلف عن ده. طيب نعمل اندو كنترول زد، رجعت تاني هقول سبليت اهو. المره دي هقول له ديليت انر سيجمنت. ديليت انر سيجمنت لو جيت ضغطت هنا كده كليك وهنا كليك ادي كده انا مسحت ما بينهم، مسحت الحته الفاضيه اللي في النص. يبقى برضه ده اوبشن تاني من ضمن الاوبشنز الموجوده. ناخد بالنا يا جماعه كل اوامر موديفاي دي مش بس على الحوائط، انا بس بتناول الحوائط كمثال بنطبق عليه، لكن بعد كده في السكتش مود لما تيجي ترسم مثلا فلور ولا سيلينج ولا روف هتحتاج كل الاوامر دي، هنرجع نشتغل بيها تاني. طيب احنا كده بدانا نتعرف على سبليت اليمنت وشفنا بيعمل ايه. تعالى ناخد مثال تطبيقي مثلا تاني، هرسم حائط تاني. اول مره دي انا ممكن ارسمه حائط كيرفد مثلا بالشكل ده، خليه كبير شويه مثلا، ويمكن كمان الحائط اللي احنا رسمناه ديت هبحب ان انا اخده وازيد ارتفاعه شويه. هاجي من قائمه بروبرتيز واخلي الطبقه نسترين بدل ما يقف عند ليفل 1 هخليه يقف عند السكند ليفل، يعني كانه دورين طابقين. بعد كده ممكن بقى انا دلوقتي كديزاينر مثلا عايز اصمم شكل الواجهه دي وعايز ابدا احط لها بعض الديتيلز. طبعا انا كان ممكن اشتغل بسبليت اليمنت بس يمكن هنا هفضل اشتغل بسبليت وذ جاب. ايه الفرق بينهم؟ الحقيقه لما نيجي برضو عشان نطلع عليه كده بشيء من التفصيل، لما بتيجي تقول له سبليت اليمنت انت بتعمل خط قاطع بين الاثنين، لكن ستيل الحائطين لازقين في بعض، الحائط ده والحائط ده لازقين في بعض تماما. لكن لو جيت اخترت الاختيار الثاني اللي اسمه سبليت وذ جاب وجيت ضغطت كده كليك بيبدا يعمل مسافه ما بينهم. المسافه دي متسجله عندك هنا، انت كمان تقدر تحدد عايزها 2 سم ونص زي ما عامل اللي هي تقريبا مقدار البوصه او الانش، ممكن عايز تزود عايز تقلل. فكل مره بتعمل اهي سبليت وذ جاب على طول هو بيفتح لك المسافه ما بينهم. هعمل اندو كده عشان ترجع لي الامور كما كانت. تمام، وهرجع تاني لل 3 دي وهبدا كده افكر في تصميم جيد للواجهه اللي موجوده عندنا. الحقيقه وانا بصمم الواجهه دي هحب ان احنا نقف كمان على شكل شيدد، يعني شكل يكون ملون عشان عايز اشوف الالوان الخاصه بالحوائط. وهبدا اختار سبليت وذ جاب، وهنا انت عندك اوبشن من اتنين، ممكن تختار اختيار راسي فيبدا يكسمل لك الكسر، او حتى اختيار افقي فيبدا يعمل لك حاجه بالشكل ده. كده اهو انا بديت اقص في الحيطه مثلا، طبعا انا لما بتحرك يا جماعه بالسكرول باكد تاني حركه السكرول بتاعت الماوس كده بس وحركه تعمل زوم، بضغط على السكرول بيعمل بان، لو ضغطت على السكرول مع زرار شيفت يقوم عامل لي اوربت برضه بس للتاكيد. اهو بديت اقص مثلا او بديت افكر في تصميم معين للواجهه. بعد كده والله يمكن اجي اختار مثلا جزء من الواجهات، مثلا هختار الجزء ده واحوله الى جلاس ازاز. تمام، يمكن اختار مثلا جزء من الاجزاء زي ده وامسحه. اصلا بلاش نمسح ديت مش هيبقى فكره مقنعه، ممكن ده مثلا نيجي نمسحه اهو. ممكن اجي اختار الحيطه اللي موجوده فوق دي، مش عارف اختارها. تمام اهي، قوم جاي مديها ماتيريال تانيه بسماكه تانيه مختلفه، خليها بريكس مثلا. بديت اعمل تصميم اهو، بدا التصميم حتى ملامح هتبان. يمكن دي ازود السماكه شويه اخليها 300، هاجي هنا اخلي السماكه رفيعه جدا 79 مثلا اهي. فبديت اعمل تصميم. زي ما انت عايز بقى،
ابدأ كده فكر في التصميم بتاعك اهو، كل ده ايه على طول واحنا بنفكر. فبديت بعد كده انت ممكن ترجع من البلان وتبدأ تظبط المقاسات وتبدأ تفكر يعني ازاي هتعمل الموضوع ده كفاليديت ده والتنفيذ بتاعه والكلام ده كله. كده احنا الحمد لله تناولنا مجموعة الأوامر دي، وكنا في الفيديو الأولاني بتاع الصورة اللي احنا كنا بنشفها تناولنا أمر سكيل، تناولنا كمان أمر أنت بين وبين. يتبقى بس أمر واحد عندنا اللي هو الأمر بتاع أري. هرجع تاني كده من البلان وفكر بقى دلوقتي، معلش هنمسح كل ده خلاص مش عايزه، وهنبدأ نعمل مثال تطبيق. دلوقتي انا بفكر بقى نعمل كومبوننت، نستعين بامر جديد يمكن اول مره بنتعرف عليه اللي هو كومبوننت. ده لاستدعاء اي عنصر من عناصر اللايبرري اللي ما كانتش موجوده سواء من وول او دور او ويندو. فممكن اجي اضغط على كومبوننت، هختار مثلا شكل كرسي زي اللي انا واقف عليه ده، وهقوم جاي حاطط الكرسي الاول اهو بالشكل ده. عايز دلوقتي اعمل نسخ متعدده من الكرسي ده افقيا وراسيا. هختار الكرسي اللي احنا بنتكلم عليه وهبدا ارجع لامر array اللي هو اختصاره AR. مجرد ما هاجي بعد كده اختاره من نقطه محدده واجي مثلا اضغط كليك في مسافه معينه، برضو انت ممكن تكتب المسافه، انا هكتب انها متر مثلا او اخليها متر 20 مثلا واضغط انتر. بعد ما حددت المسافه هبدا احدد العدد، العدد هنا مكتوب 2، لا خليه والله 12 مثلا واضغط انتر. هلاقي ان هو فعلا استجاب ليا. طيب الحقيقه الامر بتاع اري هنا في ريفت ليه مميزات كتير جدا جدا. اول ميزه ان انا ممكن ابقى اختار مثلا اي عنصر من العناصر ده زي ده، مجرد ما بتختار اي عنصر من العناصر على طول بيطلع لك الرقم اللي انت كنت كاتبه اللي هو 12. يمكن حبيت تغير رايك وتقلل مثلا عدد، بدل 12 لا والله خليه 9، هيقوم شايل لك اخر 3 كانوا موجودين. يعني دي تعتبر اول ميزه في الامر بتاع اري. ميزه ثانيه، لو بعد ما خلصت جيت حبيت تعدل المكان، انا دلوقتي بستخدم الاسهم عشان اعمل عمليه تحريك زي ما كنا اتعلمنا في الامر بتاع موديفاي. مجرد اهو ما عملت جيت الاسهم اهو على طول عمل التحريك بتاعي، فعلى طول اهو لزق الكراسي في بعضها. جيت والله اخدت اخر واحد وحبيت ابعده، ما زالت العلاقات مبنيه ما بينهم. فدي تعتبر ميزه مهمه جدا جدا موجوده فيه. طيب حد لاحظ ان احنا بعد ما عملنا الامر بتاع اري اصبح ده مش كرسي، اصبح حاجه اسمها جروب موديل جروب. بتتغير العناصر بتاعتها، حتى الجسم الاصلي اللي انا بدات بيه بتتغير العناصر بتاعت الكراسي دي كلها من كونها كرسي او تشير لكونها حاجه تانية اسمها جروب. الكلام ده طبعا مش بس للكراسي، الكلام ده لكل العناصر سواء عمود بقى كرسي سلم وات ايفر. طيب هاجي اختار كل الكراسي دي وامسحها كده وهرجع للكرسي الاصلي ده واقول له ان جروب. هفك بقى الرابط اللي هو كان عامله، الرابط بتاع جروب ده بيتكون اوتوماتيك مع الامر بتاع اري. هرجع اختار خلاص الشير بعد ما ارجع تاني وهعمل له اري تاني عشان ندرس فيتشر تانية من الفيتشرز الموجودة في الاري. وناخد بالنا المرة اللي فاتت انا كنت شغال بتكنيك اسمه سكند. يعني ايه سكند؟ يعني لما بتيجي تختار الكرسي ده وتيجي تضغط كده كليك في اي مكان، هو هيعتبر ان ده تاني كرسي. فلو انت هتزيد رقم هو هيبدا يزود من بعد تاني كرسي، فيبدا يزود الاعداد كلها. لكن انت كان ممكن بدل القصة دي تختاره وتعمل اري وتختار اختيار تاني اسمه لاست. لاست ايه بقى لاست ده؟ لاست ده بيبدا من هنا كده وهقف اهو عند الشكل الاخير اللي موجود ده وهعتبر ان ده اخر واحد. فلو بديت تزود العدد في النص، كتبت له مثلا 9، هيبدا يقسم المسافه دي الى 9 كراسي اهو. طب والله حبيت اجي ازيد، خلي بالك دلوقتي انت وقفت ده اخر واحد، هو فاهم ان ده اللاست بتاعك. لو جيت قلت له خليها 12 هيزود الكثافه، لا والله خليها 15 هيزود الكثافه اكتر واكتر. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيملى المسافه بين اول واحد واخر واحد. يبقى انت دلوقتي عندك اختيار من اتنين لما تيجي تشتغل باختيار الاري. نرجع تاني اهو نقول له ان جروب، نبدا من اول جديد. عندك اختيار اسمه سكند لو انت عندك المسافه الثانيه او تاني كرسي عايز تحطه وبعدين هو يكرر، او تقول له لاست بحيث تاخد الكرسي الاولاني والكرسي الاخير وهو يملى المسافه ما بينهم، دي تشتغل ودي تشتغل. طيب برضو اشاره سريعه يا جماعه، الامر بتاع اري في اختيار اخر اسمه برضو اري بس اري راديال. لو انت جيت عملت ريديا كده بيفكرنا شويه الموضوع ده بالامر بتاع روتيت. ممكن اجي اخد النقطه دي وسي مثلا هنزل بيها لتحت اهو واخد بدايه الاري بتاعي من هنا، ونفس قصه السكند واللاست هي نفسها. ممكن تيجي تقول له ده تاني كرسي والله وهو يكمل بعدها، او تقول له لاست وتيجي تحط اخر كرسي وهو يملى المسافه او يملى الزاويه بقى مش المسافه عفوا، يملى الزاويه بين اول واخر كرسي. دي برضه تشتغل ودي تشتغل.
طيب فرضا هقول والله ده تاني كرسي موجود عندي مثلا، وهقول له لو سمحت خليهم مثلا سي 9 كراسي. بدأ يعمل ايه دلوقتي؟ بدأ اهو يجمعها لك بالطريقة الراديال اللي احنا شايفينها. عايز اعمل مسرح مثلا، ممكن اعمل كرسي وتبدأ المسارح او الكراسي تبدأ تتجمع كده وراه بصفوف مختلفة. يبقى الامر بتاع الري ده هيكون مفيد جدا جدا، هنقدر ننظفه في شغل كتير. بس اهم حاجة افتكر بقى بالظبط التكنيك بعد التمرين، طبعا الكلام ده بيحتاج تمرين. افتكر لما يجي لك موقف معين ايه الاوامر المناسبة اللي هتنفع معاه. هنلاحظ ان في اوامر كتير من هنا انت ممكن تستخدمها وبتوفرلاب، يعني ممكن حاجات كتير كنت عاملها كوبي، لكن كمان كان ممكن اوفست تأدي نفس الغرض. كان ممكن اعمل ميرور بيك اكسس، لكن كان ممكن كمان درو اكسس يأدي الغرض. كان ممكن اعمل كوبي عادي بثلاث طرق او اربع طرق مختلفة، كمان كان ممكن تعمل موف بثلاث طرق مختلفة او اربع طرق مختلفة. كان ممكن اعمل تريم تو كورنر، او ممكن سنجل اليمنت، او ممكن مالتيبل اليمنتس. هتلاقي ان في تشابهات كتير، لكن في الاول وفي الاخر هتلاحظ ان في بعض الاوامر مميزة لحاجة معينة، ما بقيت الاوامر التانية مش بتحقق لك نفس هذه الميزة. الكلام ده كله بيحتاج طبعا خبرة وتدريب مننا، وهنشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.